استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله رعاه هذا اليوم في قصر الصخير سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين. واستعرض جلالة العاهل المفدى مع السفير البريطاني العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين، معربا جلالته عن اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية متميزة وشراكة وثيقة التي تمتد لسنوات طويلة من التنسيق والتعاون المثمر في شتى المجالات. أكد جلالته حرص المملكة وتطلعها المستمر لتوطيد وترسيخ علاقاتها العريقة مع المملكة المتحدة بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للبلدين ويعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين، وتقديرا من صاحب الجلالة لجهود السفير سايمون مارتن في تعزيز العلاقات البحرينية البريطانية. فقد تفضل جلالته حفظه الله فمنحه وسام البحرين من الدرجة الأولى. قد أعرب السفير البريطاني عن شكره الجزيل وتقديره البالغ لجلالة الملك المفدى على منحه هذا الوسام وعلى الجهود الكبيرة لجلالته ودوره في تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين المملكتين الصديقتين.